سلام، اليوم راح نتكلم عن مسلسل The Aqualight. فهو مسلسل من بطولة أماندا سبرينغ ولي جونغ جاي وماني جاسينتو. فلايك، اشترك، فعل جرس تنبيهات لسه كل جديد أول بأول، ويلا بينا نبدأ. في طور من المغامرات والحركة، يغوص العمل في عوالم المجرة وتنكشف العديد من الأسرار والحقائق على خلفية الأيام الأخيرة بحركة الجمهورية العليا. المسلسل هو تابع لسلسلة ستار وورز. المسلسل فعلا تفاجأت به قليلا، كان رائعا ولم أكن أتوقع أن يكون بهذا الشكل. يعني المسلسل كان ممتعا، كل شيء كان متقنا بشكل احترافي، التصوير، المؤثرات، الأداء التمثيلي، كل شيء كان في مكانه. المسلسل له العديد من الشخصيات والأبطال، يعتمد على البطولة الجماعية، وهذا بطبيعة الحال خلق لنا العديد من القصص والتي كانت متوازنة في حدة التشويق والتوتر. العديد من الخلفيات الدرامية المشوقة من أول الحلقات سيشدك المسلسل، فهو فعلا رائع. أحببت شخصية سول التي أداها الممثل لي جونغ جاي، شخصيته أداها بشكل أفضل من رائع، ولم أستغرب الصراحة كهكذا أداء من بطل سكويد جيم. متحمس صراحة لمشاهدة بقية الحلقات. إلا الآن عرضت 4 حلقات، لكن مع أن المشاهد الأخيرة في الحلقة الرابعة جعلتني أتحمس لمشاهدة المزيد، لكن أحسست أن هناك بعض القصص انكشفت خلاص. يعني إما أن تنشأ قصص جديدة وخيوط درامية جديدة، أو أن المسلسل يمشي في طريق واحدة. يعني في الحلقة الرابعة تحديدا بدأ المسلسل يمشي بشكل بطيء، ليس ذلك الضخم الذي بدأ في الحلقات الثلاثة الأولى، وخاصة في الحلقتين الأولتين أحسست بالملل وكأنه في تمطيط. التشويق والتوتر خف لحد كبير، مع أن الحلقات الأولى لم تكن ذا مشاهد أكشن كثيرة، إلا أن الغموض الذي يملأ المكان هو ما جعله، وتوظيف العناصر التشويق بشكل مميز ترك الحلقتين الأولى والثانية ممتعتين للغاية. الحلقات القادمة متأكد أنها تحمل العديد من المتعة، لكن لا يمكنني الجزم، ربما يحدث شيء يجعل القصة كلها تنهار أو تفقد بريقها، لكن إلى الآن المؤشرات جد إيجابية للغاية. تقييم للمسلسل 8/10. المسلسل ممتع للغاية، كل شيء كان فيه مميز، القصة، الحبكة، الأداء التمثيلي، المؤثرات البصرية، سي جي آي، تصوير، الإخراج، كلهم كانوا رائعين للغاية. وبس كان هذا كش عندي. لايك للفيديو، اشترك في القناة، فعل جرس التنبيهات لكل جديد أول بأول. كان أنا معكم مسعود سفيان، خليكم دايما بخير، سلام.